السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في دروس الربح والتقنية. معكم احنا اليوم ان شاء الله مع حلقة جديدة، كيفية التسجيل في البرنامج التدريبي لزيادة جمهورك في اليوتيوب، وهي دورة مقدمة من اليوتيوب بحد ذاتها. كل ذلك بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم مجددا. طبعا اول شيء تذهبون الى قناتكم، بعد ذلك تذهبون الى الهوم، كما تجدون هنا في channel types تجدون هنا grow your audience learn tip، يعني هنا لزيادة جمهورك. فقط الدورة هي من 31 جانفي إلى 21 فبراير، لهذا سريع في التسجيل فيها. بعد ذلك تقومون بعمل sign up. alors bonjour nous sommes ravis de vous accueillir sur cette page de la home. okay لا يهم، هذا كل ذلك. الدورة هي من 31 جانفي إلى 21 فبراير كما قلت لكم. هنا فقط تضعون الاسم واللقب، يعني هنا تضعون اسم واللقب الكامل، لأن في الأخير ستتحصلون على شهادة لإكمال الدورة، شهادة باسمك بحيث أنك أكملت الدورة. كل ما عليك وضع معلوماتك الخاصة. هنا يسألك إذا كنت تملك قناة في اليوتيوب، فقط تضغط وي أو يس أو نعم بالعربية. تنتظر بعض الثواني كما تشاهدون. الآن يطلب لك رابط القناة، يعني بالنسبة للذين لا يملكون قناة يمكنكم أيضا الاشتراك فقط، يعني تضعون معلوماتكم الخاصة. pour quelle raison vous êtes-vous inscrit à cette formation، يعني هنا سبب الاشتراك في هذه الدورة التكوينية. pour suivre les cours et obtenir une attestation، يعني هنا لمتابعة الدروس والتحصل على شهادة. هنا لمتابعة الدروس، يعني sans nécessaire obtenir une attestation، يعني بدون يعني الحصول على شهادة. pour découvrir de nouvelles astuces à mettre en pratique sans nécessairement obtenir، هنا للتحصل على يعني معلومات أو طرق جديدة للعمل بدون التحصل طبعا على شهادة، يعني أفضل الاختيار الأول. لماذا؟ مادام يعني راح تدرس دورة، فبالتالي تحصل على شهادة شيء مهم جدا. تقوم بعمل تشيك هذه لهنا، وهنا فقط يعني للتوصل بالجديد في الإيميل إذا كنت تريد. وبعدها نقوم بعمل سبسكريبشن أو التسجيل. تنتظر بعض الثواني وسيتم الرد عليك في بريدك الإلكتروني، سيكون رد يعني آلي. هنا سيتم الرد يعني في 24 ساعة. قمت بالتسجيل في الدورة عن طريق إيميل آخر وعن طريق قناتي أخرى سأريكم. كما تشاهدون هذا هو الرد، يعني بعد أن قمت بالتسجيل في الدورة من قبل. وهنا هنا كيفية إكمال البرنامج، يعني يمكنك تسجيل الدخول وإمكان وإكمال الدروس بالوتيرة التي تناسبك، يعني ليس بالضرورة إنهائها قبل الوقت، يعني في أي وقت تريد. اطلع على الطرق التي تمكنك من كسب الأموال في اليوتيوب وعلى اليوتيوب. يعني لأخذ الشهادة يعني يجب أن يكون اختبار بربح الاختبار ب75% أو أحصل على شهادة إكمال. الضغط هنا يعني الخطوة الأولى. كما تشاهدون هذه هي الدورة، هذه هي الدورة. تشاهدون أنا بدأت فيها ولم أكمل بعد، يعني حتى أتم القراءة كاملا، وبعدها ستأتي الكويز وهو الامتحان لأجل الحصول على الشهادة. لغة المحتوى هي باللغة الإنجليزية، لكن ليس بشيء صعب، فهي لغة مفهومة جدا. أنا مستوى في اللغة الإنجليزية لا بأس به، يعني لست جيدة ولكن لا بأس به. وأستعمل أيضا يعني دائما معي كما تشاهدون هنا الجوجل ترانسليت، دائما أستعمل إنجليش أرابيك دائما، يعني يمكنكم لا يعني تتحددوا أبدا باللغة. طبعا كانت هذه حلقة اليوم، أتمنى لا أكون أطلت عليكم. لا تنسوا دعمنا بلايك وشير، وطبعا الاشتراك وسبسكرايب وأبوني في القناة. أيضا لا تنسوا عمل لايك لصفحتي على الفيسبوك دروس الربح والتقنية، الرابط تجدونه أسفل الديسكريبشن. لا يبقى لي أن لا أقول لكم مع السلامة، في أمان الله.